انا هنا هما تجربه الكنيسه بتاعت كنيسه الرساله ايوه في الموقع المسجل في كتاب الاسم الكنيسه التسليم ده التسليم اوكي وده هو 200 جنود من الجيش الروماني مدينته في الكابتن تورنيه الثالثه اها بص يا حبيبي احتمال كتير مسيحيه ايوه جه الملك اللي سموه في ملك كوريا حاول يخليهم يشوفوا ديانه مسيحيه رفضوا قطع رقبه واقف ده أربعة بابا. جاد سربيوس سحب ربطة الحوض وكسر في عشرة بابا. شهر بابا احنا عاملين لهم نهضة أو عيد نحتفل بيه وهم من الابتلاء من يوم 19. أوكي. ودي الكنيسة اسمها كنيسة إيه؟ كنيسة أبو فتح. ليه 300 اختصار على اسم سربيوس. شكرا. الكنيسة مبنية في القرن الخامس مبنية على 12 عمود من الرقم اللي هم تلاميذ المسيح دول 12 واحد. ما عدا عمود يهودا بالصهيوني اللي هو سلم المسيح من يهود القلب اللي هو الاسود المجد المسيح يعني مر بالكنيسه دي ولا مش الكنيسه؟ لما جم قعد تحت في المزار عشان كده عبورهم يعني لما طلع لما الملك هيرودس كان بيت الاطفال هم قعدوا تحت ثلاث سنين وطلعوا من هنا على السور الفكره كلها كانت قاعده ست سنين ثلاث سنين في الكشف ولما ملك روس مات رجعوا تاني للروس. اوكي. ده قال او مات من العصر عمالة ترمي بالرسالة. اوكي. كان زمان ما فيش مطرقون ولا ده فكان ابونا بيطلع على هنا وزي الجامع زي عارف ايه ويقرا ويوعظ علشان الصوت يدي كل الصوت يرجع. شكرا جزيلا. This is mesmerizing. It's beautiful. هنا كان ينام السيد المسيح الوضع. Wow, this is crazy. Beautifully made. شكرا لك. شكرا لك. تدبير اللي كانوا يشربوا منه. ما زال في مياه حتى الآن. بير الذي يشرب العائلة المقدسة. ما زال في مياه. شوفي. كتب من التوراة والإنجيل. نسخ من التوراة والإنجيل. اللي اعتني على الآخر شكراً.